والأعداء المتربصين بالثورة السورية منذ بدايتها إلى هذا اليوم هم كثر، وعلى مر التاريخ يعني على مر تاريخ الثورة مرت ثورة مراحل عديدة، لم يكن العالم يعني داعما لهذه الثورة حتى تنتصر، بل كان يحاول أن يسيرها كما تتناسب مع مصالحه، وبالتالي هي عرضة للاستهدافات العسكرية وعرضة للاستهدافات الأمنية، وهذا ليس بشيء يعني غريب على العالم، فكل عالم يعمل أجهزة الاستخبارات العربية تعمل يعني لاختراقات كثير من الدول حتى دول صديقة والمتحالفة معها، فكل العالم يعمل على اختراق بعضه بعضا يعني. وبالتالي هذا ليس شيء غريب أن يحصل في الثورة السورية المباركة، وخاصة في إدلب بعد كل هذا النمو والتطور والازدهار الذي حصل فيه، فهناك من يزعجه البناء المحرر بالشكل الصحيح. فما جرى في الإعلام في الحقيقة هو يعني مضخم أكثر من ما هو على الحقيقة، والحمد لله المحرر بخير، وطالما أن الحياة المعيشية تسير على قدم مسار، وأنا في اعتقادي لن نقصر على أي أحد في أي شيء، لا في رغيف الخبز ولا في الطرقات ولا في النقل ولا في وزارات العدل والاقتصاد والتنمية والتربية وما إلى ذلك. فبالتالي المحرر بفضل الله عز وجل بخير، وبمجموع المحرر هو أقوى بكثير مما تعرض له من الهجمات، لأن هناك وعي كبير جدا بفضل الله عز وجل، وهذا لا يعني أن يكون بعض ضعفاء النفوس ممن يعني يستغلون ببعض المال أو بعض العهود الجائفة في لتسخيرهم للانتقام من المحرر أو تعطيل عملية المسير والتنمية التي تحصل في داخلهم. وبالتالي نطمن الجميع أن الأمور الحمد لله رب العالمين ليس هناك خطر كبير وعظيم كما يتصور البعض وكما يتناقل الإعلام، والأمور قد يعني سيطر عليها بفضل الله عز وجل، وهذه الخلايا قد أحيط بها، وأنا لا أقول أن هي آخر ما سيصاب المحرر، بل هذه العمليات ستستمر وسنستمر في التصدي لها بإذن الله تعالى جميعنا، ليس هي مهمتنا وحدنا، لأن الغاية من كل هذه الاختراقات هي إنهاء الملف السوري، هذا عنوانه. فبالتالي تكاتفنا جميعا، وأن يستشعر الجميع حالة الخطر، وأن يتأهب الجميع للدفاع عن أي يصيب المحرر من خطر أو زلل، فهذا واجب الجميع، ليس فقط الأجهزة الأمنية، واجب الأجهزة الأمنية يكون عليهم بواجب يعني مكلف بشكل مضاعف عن الأكثر. وأنا بفضل الله عز وجل رأيت حرص وحرقة من الجميع خلال الفترة الماضية، وهذا التخوف أنا يعني أكبره في نفسي، بالعكس هو دليل صحة لا دليل يعني مرضي. التخوف هذا يدل على أن الناس مهتمين بما يجري في المحرر وحرصون عليه حرصا كبيرا، ولكن أؤكد أن الأمر يعني مبالغ فيه نوعا ما، وحجم الخطأ الذي يتداول في الإعلام أكبر بكثير من حقيقته على أرض الواقع، والمحرر أكبر بكثير من أن يفترض ببعض المال أو بعض ضعاف النفوس ومن ذلك.